السيارة بالنسبة لي هي نقطة الانطلاق، بحس حالي اني حرة، في اتنقل حيا لا محل، ما بحس حالي اني متكلة على حدا ولا مرتبطة بحدا. اجمالا اقل فترة عندي زمنية للسيارة من فترة سنتين لثلاثة لتخلص، يعني فترة كمان الجارانتي تبعيتها. لون المفضل عندي للسيارة هو اللون الأسود. بعجقة السير بحب اتسمع على الموسيقى، اذا حسيت انه السيارة بدها اي معاينة او اي شيء بخدها على الشركة، هن بيهتموا بالموضوع. وهيك بتكون خلصت برمتنا لليوم، وما تنسوا تتابعوا موقع السائقة الأولى لتشوفوا كل النصايح والمعلومات والإرشادات. باي باي.